ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما إلهام شانيل. بالنسبة إن شاء الله تكونوا بخير ولا خير، تكونوا فرحانين وتكونوا ناشطين يا ربي. دونك كما قريتهم العنوان، الوصفة ديال اليوم غتكون وصفة لتخصيص الوزن بواسطة كريم سحري، غادي يكون للدهن، يعني غدهنوا به المنطقة المراد إزالة الوزن الزائد منها. هاد الكريم هذا سحري بثلاثة ديال المكونات فقط لا أقل ولا أكثر، مكوناته بسيطة ورخيصة في نفس الوقت، متواجدين في المكونات في أي منزل، وسهلين مهلين وبساطين كما قلت لكم، ورخاصين أهم شيء، لأن الوصفات الطبيعية اللي كتكون المكونات ديالها يعني متواجدة في السوق أو متواجدة في المنزل، يعني كاينة بارتو، فأكيد كتكون يعني وصفة اللي تقدر أي كل سيدة يعني تمشي تاخذ لكل يعني المنتوجات وتطبق الوصفة ديالها أو لا تعملها على الجسم بصفة عامة، ومن طو الثمن أكيد يكون رخيص. داكشي علاش كنحاول ماكسيموم ديالي أنني نعمل لكم الوصفات اللي كيكون المنتوجات ديالها أو المكونات ديالها بالأحرى يعني متوفرين في السوق وأيضا متوفرين في المنزل، وثمن يعني جد مناسب على كل السيدات. على بركة الله ما نطولش عليكم أكيد أكثر من هذا، ونمشيو للمكونات ثم طريقة التحضير ثم طريقة الاستعمال. وأول مكون سنحتاج إليه في هذه الوصفة هو الفازلين، فدائما كيف ما عودتكم في الوصفات ديال الدهن تقريبا ماشي كل الوصفات، وإنما تقريبا فيما كان شي وصفة ديال الدهن كندير لكم الفازلين، لأن الفازلين رائعة. بخصوص هذا الموضوع كنصحكم تبحثوا، الناس اللي عندهم حساسية من الفازلين أو بغاو يبحثوا كم سيستفدوا، فأكيد ممكن تبحثوا عليها سوغ انترنت الفوائد ديال التخصيص ديال الوزن الزائد، خصوصا الوزن الزائد أكيد، فممكن تبحثوا عليها كما قلت لكم، وتجيو تحت من هذا الفيديو أي في خانة التعليقات وتكتبوا لينا أكيد من بين الفوائد ديالها أو من بين المزايا ديالها. بالنسبة للفازلين هي رائعة جدا وكنصح بها وبشدة حتى البشرة ديال الوجه، وديجا قدمت لكم عدة وصفات بخصوص هذا الموضوع. بالنسبة للكونتيتي ولا الكمية اللي غنحتاجو ديال الفازلين، فأنا هنا درت ملعقة كبيرة ديال الفازلين كما شفتو، راه باقا مرسومة الملعقة، الملعقة اللي عبرت بها هي ملعقة كبيرة، ولكن هنا الكونتيتي ولا الكمية كتبقى اختيارية، ممكن ديرو جوج المعالق صغار، ممكن ديرو ملعقة واحدة صغيرة، داكشي كيبقى اختيار يعني على حسب نتوما وشنو كتفضلوا وشنو كتبغيو. بالنسبه للفازلين كاينين انواع وكاينين اشكال، كاين الفازلين اللي بثمن يعني متوسط، كاين اللي بثمن رخيص، وكاين اللي بثمن غالي شويه. المهم نتوما خذوا الكاليتي والنوعيه على حسب البشره ديالكم واش حساسه او عاديه. الا كانت عاديه خذوا غير الفازلين العادي اللي الثمن ديالو ما كيتراوحش 25 درهم لو ماكسيموم، او تاخذوا الفازلين اللي كتكون غير 15 درهم، حتى هي فوائدها صراحه لها زوينه بزاف وكنصح بها. وبالنسبه للنكهه اللي استعملت هنا، نكهه الحامض، ممكن تاخذوا نكهه الورد او نكهه الارغان او نكهه يعني كاينين كثارين على حسب السوق وشنو فيه. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لاول مكون. ثاني مكون هو القهوه سريعه الذوبه، القهوه حتى هي عندها فوائد لا تعد ولا تحصى بخصوص هذا الموضوع، ممكن تبحثوا عليها ايضا سوغ انترنيت، وتجيو اكيد في خانه التعليقات وتكتبوا لينا، فانا دائما كنرحب بالتعليقات والاقتراحات والاستفسارات. بالنسبه للكونتيتي ديال القهوه، خديت ملعقه ونصف ديال القهوه نسكافي سريعه الذوبان، ممكن تاخذوا اي قهوه عندكم سريعه الذوبان، فوائدها لا تعد ولا تحصى بالنسبه للتخصيص ديال الوزن، وغتساعدكم بزاف باش تنقصوا الوزن الزائد. بالنسبه للاخر مكون هو زيت الزيتون، زيت الزيتون ما كنستغناش عنه لانه سهل ورخيص، اهم حاجه الثمن ديالو يعني جد مناسب للجميع، وما كيخطاش اي منزل، يعني ماشي غير المغربي وانما حتى اي منزل، كما كانت النوعيه ديالو كما كان الشكل ديالو، يعني ما كي ضروري ما يكون فيه زيت الزيتون. داكشي علاش استعملت لكم غير زيت الزيتون، رائع جدا، عنده فوائد لا تعد ولا تحصى، حتى ممكن تبحثوا عليه وتجيو في خانه التعليقات وتكتبوا لينا اكيد من بين الفوائد او المزايا ديالو لتخسيس الوزن. على بركه الله ما نطولش عليكم اكثر من هذا، نمشيو لطريقه الاستعمال ثم طريقه التحضير مع بعضنا البعض اكيد. دونك هنا عندي ملعقه ديال الفازلين، غادي نضيف ليها القهوه سريعه الذوبان،
وغادي نضيف لها زيت الزيتون، وغادي نبدا كنخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض حتى نحصل على خليط متماسك ومتجانس ما بين الفازلين والقهوة سريعة الذوبان. بالنسبة للبنات اللي باغيين يستعملوا اي زيت مثلا بنكهة زوينة او بنكهة الورد او باي نكهة بغيتو، فممكن يعني تعوضوه بدل زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون تعوضوه بهذاك الزيت اللي بغيتو نتوما، داكشي كيبقى اختياري، ما نقولش لكم الزيت اللي تستعملوا غير هو زيت الزيتون، يعني ساهل وبسيط متواجد في اي منزل، يعني مكونات اللي هي بسيطه ورخيصه نقدروا اكيد نتخلصوا من الوزن الزائد. ماشي المهم اننا نجيب واحد النوعيه اللي هي غاليه في الثمن او لا نبحثوا ونقلبوا، فغير يعني داكشي اللي متوفر عندنا في المنزل غادي نقضيو به. انا غنحاول نخلط له ماكسيموم ديالي هاد القهوه والفازلين والزيت ديال زيت الزيتون، غادي نحاول نضيف لهاد الكميه زيت الزيتون. كما شفتوا وغادي نبدا كنخلط من اول وجديد، لان القهوه كما كتشوفوا كتقل لينا شويه الفازلين، خصوصا الفازلين ما كتبغيش يعني تخلط دغيا، كتكون قاصحه، داكشي علاش خصكم تضيفوا واحد الكميه اللي هي متوسطه ديال زيت الزيتون، كومسا تحصلوا على خليط متجانس كما كتشوفوا. انا غنحاول نزومي لكم، يعني خليط كيولي بحال هذا الشكل هذا ما بين القهوه وما بين زيت الزيتون وما بين الفازلين ايضا. دونك بعد ما يصبح عندكم خليط متجانس بحال هذا القوام هذا، راني حاولت نزومي لكم كوم سيبان لكم الخليط القوام ديالو كيفاش داير. دونك بعد ما تبداو تخلطوا ما بين القهوه سريعه الذوبان وايضا زيت الزيتون وايضا الفازلين حتى تصبح لكم الوصفه بهذا القوام هذا اللي كيجي واحد القوام كريمي متماسك في دوك الحبيبات ديال القهوه كما كتشاهدوا في لا فيديو، واللون ديالو تقريبا مايل لون الماغون او اللون الاسود لانه لون القهوه كان طاغي شويه على الفازلين وايضا زيت الزيتون. دونك بعد ما تصبح لكم الوصفه بهذا القوام هذا غتطبقوها على المنطقه، سواء منطقه الكرش منطقه الارداف اي منطقه عندكم في الجسم فيها وزن زائد بغيتوا تنقصوا اكيد الوزن الزائد، فغتنقصوه بواسطه هذا الكريم السحري، لانه هذا الكريم السحري كيساعدنا على تخلص كما قلت لكم من الوزن الزائد. غادي تاخذوا واحد شويه ديال هذا الكريم هذا تطبقوه مثلا في منطقه الكرش وانتم كتعملوا عمليه المساج. عمليه المساج يعني مساج للمده ديال 10 دقائق لو ماكسيموم، يعني دغيا دغيا، ماشي عمليه تسمعش يعني عمليه المساج وتقولوا غنبقاو نديروا مساج يعني مده ساعه او ساعتين، لا مساج غديروا غير باليدين ديالكم يعني خفيف ظريف، ما تحتاجوا حتى شي حد يعملوا لكم، فغادي ديروا غير نتوما اكيد باليدين ديالكم لمده 5 دقائق او 10 دقائق لو ماكسيموم
كحد ادنى، ومن بعد تاخذوا داك السلوفان او ورق الالومنيوم، حتى هو رائع ولكن هنا غنصحكم بالسلوفان، كان افضل وكان احسن. وغتلففوه على المنطقه ديال الكرش ديالكم من ورا ما تعملوا هذه الوصفه على المنطقه ديال الكرش وانتم ديجا عملتوا عمليه المساج لمده 5 دقائق. يعني هذه الوصفه ما تحطوهاش بواحد الشكل اللي هو عشوائي على الكرش ديالكم وتعملوا ورق السلوفان، خاصها يعني تدهن كما كنقولوا حنا كريم كنرطبوا به البشره ديالنا، فخصو يدخل مع الجلده. هذه الوصفه خصها تدخل المنطقه ديال الكرش، يعني تعملوا ليها عمليه المساج ماشي نحطوها ومن بعد نستعملوا السلوفان. جيسبر تكونوا فهمتوني في هذه النقطه. ابخي سا كما قلت لكم غتعملوا السلوفان، و الا كنتو غادي تثبتوا بها ممكن تثبتوا بها الا كنتو كتعملوا سبور في برا في الحدائق العموميه عفوا، فممكن تعملوهم تما، ممكن تعملوا غير سبور خفيف ظريف في المنزل ديالكم، فداك الشيء شوفوا نتوما اللي يناسبكم واستعملوا غير حركات رياضيه ساهلين مهلين في المنزل ديالكم لمده ديال ربع ساعه او ساعه على حسب نتوما والوقت ديال الفراغ ديالكم، واش عندكم اعمال او ما عندكمش. ومن بعد ان شاء الله غادي تكونوا اعرقتوا واخا غير واحد شويه، واكيد الوزن غادي تبداو تشوفوا كما كنقولوا قبل وبعد، اكيد غادي تبدا تبان لكم النتيجه من ثاني استعمال الى اول استعمال، ولكن مع هذا الشيء اكيد اللي قلت لكم. وضروري من اننا نستعملوا يعني من اننا نستعملوا الالات ديال السبور، الا ما كانوش واخا نستعملوا غير يعني الرياضه في المنزل ديالنا ماشي مشكل، او على برا او فين ما، يعني كان المهم نعملوا السبور لانه السبور شي حاجه زوينه وكتخلي الجسم اكيد زوين وعنده واحد لا فورم اللي هي اكيد زوينه. دونك هادشي اللي كاين البنات، الوصفه راه سهله مهله، الناس اللي غيسولوني شحال مره نديرها في الاسبوع على حسب كل سيده والوقت الفراغ ديالها، ولكن انا هنا غنصحكم بها مرتين الى ثلاثه مرات في الاسبوع، الى عندكم وقت فراغ اكثر ممكن تستعملوها اكثر. هاد الوصفه مجربه ومضمونه كما قلت لكم، ممكن تبحثوا على اي مكون من هاد المكونات وتجيو في خانه التعليقات وتكتبوا لينا. ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم في الجروب واتساب وسيليكوب فيسبوك. ما تنساوش تعملوا بيك لايك لهاد الفيديو، زر لايك موجود اسفل الفيديو. ايضا ما تنساوش تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الراويض في صندوق الوصف او في الديسكريبشن بوكس او في البار دانفو. وما تنساوش تخليو تعليقات والاقتراحات، وانا نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه. اكيد نشوفكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو. خليت لكم الراحه والهنا، وسلامه عليكم.